السلام عليكم باشمهندس، في عندنا الله يعطيك العافية، بس الروبوت واقف، ممكن تنزل شوية تساعدنا؟ ما معنا شغل. يا حبيبي، هذا مو اختصاصي. طلع عند المهندس احمد بالطابق الثامن. السلام عليكم باشمهندس، معنا عندك مهندس، بس الروبوت ما بيشتغل. طولي بالك طولي بالك، خذ نفس وطلع عند المهندس علاء. انا المشروع طلع من عندي. مهندس علاء، طابق 13. وأخيرا وصلنا لغرفة المهندس علاء. السلام عليكم، وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد من سلسلة الروبوتات بالعربي. أنا مهند، واليوم بهذا الفيديو راح نحكي عن الأعمال أو الوظائف أو البوزيشنز اللي بيشتغلها مهندس الروبوتات بأي شركة بتبيع، بتركب أو بتستخدم روبوتات. السؤال اللي راح نجاوب عليه بهذا الفيديو هو: لو أنا بدي أشتغل مهندس روبوتات بشركة، شو المسمى الوظيفي بالتحديد تبعي؟ شو هي المهام اللي لازم أعملها بهاي الشركة؟ بالإضافة لشو هي الخبرات اللي لازم أكتسبها حتى أشتغل هذا الشغل؟ هذا الفيديو مرتبط ارتباط كتير قوي بالفيديو السابق اللي حكينا فيه عن شو لازم أدرس لحتى أكون مهندس روبوتات. أول وظيفة لليوم هي وظيفة مبرمج الروبوت أو روبوت بروجرامر. اللي بيشتغل بهاي الوظيفة لازم يكون على اطلاع بشكل عام على البرمجة، ولكن على دراية بشكل أساسي بلغة البرمجة الخاصة بالروبوت اللي بده يبرمجه. كل روبوت فيه له لغة برمجة خاصة فيه. الشركات يلي بتقدم هذا البوزيشن هي الشركات يلي بتقوم بتركيب الروبوتات، يعني اللاين بيلدر، أو الشركات يلي بتقوم بتقديم حساسات أو أجهزة تقوم بالتواصل مع الروبوتات، واللي عادة تستخدم لغة البرمجة الخاصة بالروبوت حتى يتم التواصل مع هذا الروبوت. هذا الفرع كبر، صار في منه تفرعات صغيرة مثل Offline Robot Programmer أو Online Robot Programmer. الوظيفة الثانية لليوم هي وظيفة دعم فني خاص بالروبوتات أو Technical Support for Robotics. هاي الوظيفة عادة اللي بيشتغل فيها لازم يكون على دراية بالروبوت بشكل عام، تفاصيله سواء الميكانيكية أو البرمجية، بحيث في حال صار أي مشكلة يكون قادر على حل هاي المشكلة. الشركات اللي بتقدم هاي الوظيفة هي عادة إما الشركات المصنعة للروبوتات، واللي بيكون في إلها فروع في معظم دول العالم، مو بس بالدولة المصنعة نفسها. بالإضافة لهيك، في بعض الشركات اللي بتركب روبوتات بكثرة بتقوم ايضا بتقديم هاي الوظيفة لحتى تخدم عملائها بهذا المجال. الوظيفة الثالثة والرابعة رح ندمجهم مع بعض، لانه المسمى الوظيفي لهدول الوظيفتين هو Application Engineer، بس للاولى، او مهندس تطبيقات، بس للاولى هو مهندس تطبيقات مختص بتطبيقات اللحام، لانه اللحام فيه له اجراءات جدا مخصصة لازم يفهم فيها مهندس اللحام. والوظيفة الثانية مهندس الدهان، وبالتالي التطبيقات أو الروبوتات اللي تستخدم في مجالات اللحام أو الدهان تتطلب وجود مهندس خاص يفهم بجزء من الروبوت، ولكن بجزء آخر بطبيعة الأجهزة اللي تستخدم باللحام أو بالدهان. الوظيفة الخامسة هو المهندس اللي بيقوم بتركيب الروبوت وعمل كوميشنينج للروبوت، وهو بيقوم بأخذ البرنامج اللي قام بتحضيره أو برمجته مهندس البروغرامر أو المبرمج، ويقوم بتطبيقه على خط الإنتاج واختبار الروبوت على أساسه. والوظيفة السادسة هي وظيفة مشغل الروبوت أو الروبوت أوبريتر، واللي هو مو شرط يكون مهندس، ولكن هو الشخص اللي بيقوم بمتابعة الروبوت والإشراف على طريقة عمله. الروبوت بمعظم الأحيان بيشتغل بشكل أوتوماتيكي، ولكن لازم يكون في أوبريتر يكون مسؤول عن هذا الروبوت. بالإضافة لذلك للأوبريتر بيكون في فريق صيانة يقوم بمتابعة صيانة الروبوتات.
بالخلاصة اللي حابب أقوله إنه دخول الروبوتات على سوق العمل قضى على كثير من الوظائف، هي حقيقة لا يمكن إنكارها، ولكن بنفس الوقت قام هذا الروبوت بإنشاء وظائف جديدة وفرص جديدة أيضا للدخول فيها. أنا اليوم ذكرت عدد من الوظائف، لو أنت بتشتغل بالروبوتات وفي عندك وظيفة معينة ما تم ذكرها بهي القائمة، تواصل معنا وخلينا نكبر هاي القائمة. شكرا لمتابعتكم، نشوفكم على خير.